ما زال الأمل كبير وما زال الحلم موجود وما زال الحقيقة فرصة الأهلي هي الأكبر. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة النهاردة من السادسة، تحياتي لكم. يعني من المرات القليلة جدا أن الأهلي يقرب بالشكل ده ويبقى على بعد خطوة واحدة وأخيرة من الفوز باللقب، وحس أنه الجمهور مش راضي. يمكن نتيجة امبارح أو السبب الرئيسي ده أنه نتيجة امبارح ما بتعكس سيناريو المباراة اللي للأسف الشديد كان ممكن ينتهي بنتيجة أفضل بكتير من النتيجة اللي انتهت بها. فوز الأهلي 2-1 يقربوا خطوتين مش خطوة واحدة، ويبقى أمام النادي الأهلي إن شاء الله فرصتين في لقاء العودة. إما التعادل بأي نتيجة 0-0 1-1 2-2 يمنح الأهلي اللقب على طول مباشرة، أو الفوز أيضا بأي نتيجة ونستثني من ده سيناريو الخسارة. ولكن لا قدر الله في حالة الخسارة بأي نتيجة غير 1-0 يفوز النادي الأهلي. يعني و2-1 طبعا تبقى تعادل ونلجأ لوقت إضافي وضربات ترجيح، لكن 3-2 مصلحتنا، حتى الخسارة بنتيجة 3-2 أو 4-3 تصب في مصلحة النادي الأهلي، فسيناريوهات التتويج بالبطولة ما زالت قائمة. وخليني أقول لك إنه الكلام مش مبني على الحب والهوى، المكان مش مبني، الكلام مش مبني على فكرة الانتماء للنادي الأهلي وإن أنا عايز النادي الأهلي يكسب بأي طريقة، لا، في فارق كتير جدا بانت وظهرت في أرض الملعب امبارح تقول إن الأهلي قادر يتفوق على الوداد في مباراة العودة. والشوط الأول الحقيقة بيعكس كل الفوارق الفنية اللي موجودة بين الفرقتين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. على الرغم، أنا بقول الكلام ده، إن في فارق كبيرة جدا بين الفرقتين، على الرغم إنه الأهلي ما قدمش أحسن كورة عنده امبارح، عشان نكون واضحين ومنطقيين. كورة الأهلي اللي شفناها امبارح أقل بكتير من اللي شفناها قبل كده، والأهلي عنده أفضل من كده. شوبير واحد من مكاسب المباراة، لازم أديله حقه الحقيقة. شوبير امبارح تألق وتعملق وأثبت إنه هذا الشبل من ذاك الأسد. أحمد شوبير حقيقة كان واحد من أهم وأفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي، ويمكن كمان في تاريخ المنتخب المصري. أنا بعتقد إنه مصطفى شوبير امبارح قدم أوراق اعتماده فعليا لجماهير النادي الأهلي. كنا عارفين إنه جول كيبر مميز، كنا عارفين إن هو ممكن يشيل مستقبل حراس المرمى في النادي الأهلي، لكن امبارح في ظل الظروف والمقدمات وفي ظل أهمية المباريات، أعتقد إنه القصة مش بس قصة موهبة، القصة قصة ثبات انفعالي، والقصة قصة شخصية. ومصطفى شوبير امبارح كان قد الحدث، والحقيقة يمكن واحد من نجوم المباراة. أضيف عليه كمان اسم حسين الشحات وبيرسي تاو، الحقيقة الاثنين كانوا في أفضل حالتهم. ولكن عندنا أسئلة من هنا لغاية يوم الحد اللي جاي علينا إن احنا نجاوب عليها. ازاي تسيطر وازاي تستحوذ وازاي تخلق فرص وما تترجمش ده لصالحك؟ ده يمكن اهم سؤال على مستر كولر ان هو يجاوب عليه. ماتش امبارح كان ممكن وبمنتهى السهوله، انا طبعا مش عايز اتكلم على التحكيم عشان جزء من الناس ما يقولكش شماعه، وجزء من الناس ما يعتقدش ان هو ده السبب في نتيجه مباراه امبارح. السبب في نتيجه مباراه امبارح هو احنا، لكن في النهايه ما ينفعش واحنا في سنه 2023، احنا في 2023 الأمم تنهض والكرة بتتقدم في كل مكان في العالم، ما ينفعش يبقى أهم مباراة في دوري الأبطال أكبر بطولة على مستوى الأندية في أفريقيا ويبقى مستوى التحكيم بالشكل ده الحقيقي. يعني شيء صعب جدا جدا جدا. يمكن تكون الأخطاء مش مقصودة لكنها مؤثرة، ده مما لا شك فيه. امبارح